ثم في اليوم التاسع يأتي الحجاج إلى عرفة، والأصل والسنة أن الغدو إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع، لكن الناس اليوم لا يملكون أمرهم في غالب الأحوال لارتباطهم بما يعرف في زماننا بحملات الحج، والإنسان إذا كان تبعاً لا يكلف ما لا يطيق، فإن أتى عرفة من مساء اليوم الثامن أو من قبل الفجر اليوم التاسع أو من بعد طلوع الشمس كل ذلك لا تثريب فيه ولا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الضعيف أمير الركب، فيبنى على الضعيف لا يبنى على القوي القادر. ثم إن الوقوف بعرفة إنما يبدأ يشرع بعد الزوال، فينصح الحجاج أن لا يجهدوا أنفسهم أول ما يصلون عرفة، فبعض الحجاج وفقنا الله وإياهم لكل خير من حين ما يصلون إلى عرفات يبدأون بالدعاء والوقوف، والأكمل أن يأخذوا قسطاً من الراحة حتى يأتي زوال الشمس فيصلون الظهر والعصر جمع تقديم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرعون في الوقوف والدعاء. وفي الحديث عند الترمذي عند مالك في الموطأ حديث طلحة بن عبيد الله قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن من المنن العظام أن يمن الله على العبد أن يقف على صعيد عرفة، وهذه منة عظمى لأنه لا تتأتى لكل أحد، وفيها الإنسان يكون قريبا من الله، لأن هذا الموقف خلده القرآن وخلدته السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، وأن من فاته الوقوف يفوته الحج كله من عامه ذاك. فوقف صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت وقفة تضرع لله، رافعا يديه كاستطعام المسكين، أي كحال المسكين وهو يستطعم الأغنياء والأثرياء، مع الفارق العظيم. وكلما دنت الشمس من المغيب يكون شعور المرء أعظم خوفا من أن تغيب عليه الشمس، ولم يقبل الله عز وجل حجته. لكن حسن الظن بالله من دلائل العلم الحق بالله، ولا يتأكد حسن الظن بالله في موقف أعظم من تأكده في يوم عرفة، فإن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته. فإن دل الحديث الصحيح على أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته، فإن ذلك يدل على أن المرء ينبغي عليه في ذلك الموقف أن يعظم حسن ظنه بربه، وأن يجتهد في الدعاء، يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، يعظم الله ويثني عليه ويحمده جل وعلا بما هو أهله، ويكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله حاجته، مع أن الإنسان يزاوج في الأمر، فحينا يقرأ قرآنا وحينا يدعو وحينا يهلل وحينا يسبح وحينا يكبر، وأكثر صنيعه الدعاء، حتى إذا طلب منه أن يبقوا على الرواحل حتى وهو في السيارات قبل أن تغيب الشمس يبقى على دعائه، ولا ينشغل بما قد كان من أحداث في نهار عرفة، نقص من زاد، تغيب عمرو، جاء زيد، وإنما يبقى على حاله رافعا يديه يدعو ربه ويستغيث به ويجأر إليه، وينكسر قلبه على تلك الحال رجاء مغفرة ورحمة الكبير المتعال.